ومش عايز اقول لك هو الموضوع هو بيعتمد بس على اللبن او الحليب، يعني هو بيعتمد على الحليب الكامل الدسم ابو رغاوي الجميل ابو قشطه، هو ده اللي احنا هنشتغل فيه النهارده. فهجيب عندي كده هم اللي هشتغل بيهم 3 لتر من اللبن، وعايز اقول لك بس فكره بسيطه عن اللبن اللي معايا. انا عايزك تبص كده على المعيار اللي موجود وتشوفي القشره اللي حواليه، واصلا وانا بصب اللبن جوه المعيار نفسه، فبص حتى تلاقي القشطه عامله ازاي اللي حوالين المعيار. هو ده الحليب الكامل الدسم، انك بتعرفيه اول حاجه من الريحه بتاعته، من القشطه اللي بيطلعها، من حاجات كتير جدا جدا اهو زي ما حضراتكم كده شايفين. رغوه اللي بتبقى فوق ديت اللي هي ما بتمشيش ديت، بص هتلاقي حوالين المعيار نفسه موجود في قشطه. طيب هو بنعرفه منين؟ انا زي ما قلت لك حضرتك كده، اي اختبار للبن كامل الدسم بتعمليه عندك على النار عن طريق الفوران بتاع اللبن، حركه الفوران بتاعت اللبن. لو لقيتيه بيغلي عندك يبقى فيه مشكله، يبقى هو اصلا مش كامل الدسم، يبقى هو منزوع الدسم. لكن حضرتك لو لقيتيه بيفور فوران قبل ما يغلي، بتلاقي كده بيبدا يفوق، تعرفي ان ده حليب كامل الدسم وتشتغلي منه وانت مطمنه. فهو الفكره بقى في ايه برضه؟ الفكره مش اي لبن او اي حليب يكون كامل الدسم بيتباع سايب يبقى تمام، لا طبعا اكيد مفيش الكلام ده. لكن انا بتكلم في حاجه هو عامل زي الجزارين كده، هو الثقه بقى، يعني الثقه اللي انت بتجيبي منه اللبن ده يكون راجل بيبيع اللبن كامل الدسم مظبوط. فده دي اللي بتقابلنا، دي المشكله اللي بتقابلنا يعني. فانا هعمل النهارده جايب 3 لتر لبن كامل الدسم، وهنبدا ان شاء الله نشتغل بيهم واوريهم لك ازاي نقدر نطلع منهم انتاج كتير قوي. فانا عندي اول حاجه بجيب عندي حل على النار، تمام، وبعد كده ابدا اجيب عندي ال 3 لتر من اللبن الكامل الدسم زي ما قلت لحضراتكم كده، وابدا ان انا اغلي اللبن ده كويس جدا عندي. تمام، ده اول خطوات عندنا في اللبن. تمام، بيبدا بقى يغلي معايا، وبعد كده يعني هو لو عندك ترمومتر تمام، لو عندك ترمومتر تمام، ما عندكيش خلاص. تعرفي منين؟ تعرفي اللي هو يبقى دافي معايا، يعني قبل ما ابدا اللي انا اعمله زبادي لازم يكون اللبن يكون دافي معايا بس. طب لو انا عندي ترمومتر يبقى درجة حرارة كام؟ 34 37 درجة الحرارة بتاعته كام؟ 37 بس. لازم يغلي الأول ياخد غلوة وبعد كده أبدأ إن أنا أبرده. طيب في حاجة بقى عندنا تاني لو تفتكروا ديت الشاليهات الجميلة بتاعت زمان، دي اللي كان بيتعمل فيها اللبن الرايب وبيتعمل فيها القشطة وبيتعمل فيها كل حاجة. تيجي بتتغسل وبعد كده بنبدأ إن احنا نحطها في الفرن نحرقها وبعد كده نطلعها ونشتغل بيها زي ما احنا عايزين. وعندي الطواجن الفخار ديت برضو اللي هنبدا نشتغل بيها. طيب انا باخد دي كده اهو واروح عندي على فرن يكون دافي. طب انا لو ما عنديش دي اعمل ايه؟ الشاليه ديت اعمل اجيب عندي طواجن فخار صغيره ابدا اشتغل فيها زي ديت، طواجن الفخار اللي هي العاديه او دي اللي هي الطواجن ديت، ونبدا ان نحطها في فرن يكون يعني انا مسخنه وطافي عليه خالص عشان يبقى بارد معايا. نرجع هنا بقى للباشا ده. انا طبعا كنت انا غليه، خلي بالك انا غليت اللبن قبل الهواء، غليته وبعد كده بدات ان انا احطه في معيار بس عشان الوقت مش اكتر. الفكره اللي انا هوصله بس لدرجه حراره 37 لان هو بارد. فهنبدا نحط كده الترمومتر بتاعنا بسم الله، ونبص ايه لحد ما توصل درجة حرارة 37 29 اهيت 30 32 33 34 36 37 تمام جدا.
حلو. ادفى شويه عشان بس الجو بس. انا خليه 45 عشان بس الجو يسقع عندنا شويه. اهو هخليه بس 45 يا شباب، 45 وبعد كده نبدا نشتغل على طول. تمام. طيب بالنسبه لللتر لبن بياخد علبه زبادي صغيره، اللتر لبن بياخد علبه زبادي صغيره. هيطلع منه حاجات كتير قوي، هيطلع منه كل حاجه، كل حاجه هطلعها منه. بس تعالوا بقى ناخد عندنا اللبن اهوت، ده طبعا اتغلى الاول، وبعد كده ابدا اللي انا اعمله على درجه حراره كام؟ زي ما اتفقنا 45، يبقى فاتر. بس هبدا اجيب عندي الخلاط، واخد عندي شويه لبن، واقوم واخد عليه الزبادي زي ما اتفقنا. كل لتر بياخد علبه زبادي، دي علبه، ادي علبه، وادي التانيه علبتين اتنين من الزبادي. دول كام؟ 3 لتر، اسف. هياخد واحده كمان، 3 علب زبادي. ونبدا نحط كده في الخلاط مع شويه لبن من اللي احنا دافينهم. بسم الله، وشغل. هقوم شايب كده ونبدا اللي نحط فين عندي على اللبن قدام حضرتك اهوت، ونبدا نقلب الكلام ده كله مع بعض. حلو الكلام اهو، كله مع بعضه. نعمت الاول الزبادي، وبعد كده حطينا مع شويه لبن دافيين. يبقى اللبن لازم الاول ايه؟ يكون كامل الدسم، لبن يكون بيغلي معاكي، يعني انت تديله غلوه الاول وبعد كده بتسيبيه يبقى دافي. لو عندك ترمومتر يبقى درجه حراره 45، تبداي تاخديه وتبداي تحط على كل لتر من اللبن علبه زبادي، تضربي الزبادي الاول كله مع بعضه مع شويه لبن، وتقومي حطاهم مع الكميه كلها. هوريكي بقى الرغوه الجميله بتاعه الحليب اللي معانا. بجيب عندي الشاليه بتاعتنا بعد ما دافيت قدام حضرتك اهيت، هو ده الكلام، دافيه كده جميله. ونبدا ننزل كده اهوت. بص يا جمال الرغوه من فوق عامله ازاي اهي، يا ريت ننزل بنفس الطريقه دي كده عشان اعمل قشطه اكتر. فاهم ازاي؟ وده عشان يديني الرغوه اللي انا بعملها ديت تفضل بص ثابته موجوده. هوريها لك هنا يا جمال عشان تبقى باينه ليك، الرغوه دي تفضل ثابته وهي دي اللي تعمل قشطه اهي. تمام؟ دي الرغوه ديت عمرها ما تشال بقى من لما انا صبيت خيط رفيع كده اهوت، بدات تعمل الرغوه ديت، تبدا دي اللي تعمل طبقه قشطه محترمه بعد ما اطلعها، لان اللي هطلع منها حاجات كتير جدا. تمام؟ يبقى ديت تاني او اول تاني خطوه عملناها بعد ما غلينا الايه؟ اللبن. طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هجيب حاجه اغطي بيها الباشا ديت. لازم فوطه بقى تكون عندي. ناخد دي كده من هنا. اي فوطه عندي بقى كده اهوت، هبدا ان انا اقطعها كده اهوت كويس جدا. بعد كده ابدا ان انا احطها فين؟ عندي بقى واسيبها ابيتها جوه الفرن اللي انا طافي عليه. انا مش مشغله. انا ما شغلته الاول، سخنته، بعد كده بدات ان انا ادفيه. حطيت فيه طاجن الفخار بتاعنا او الشاليه بتاعتنا الجميله ديت، وبعد كده دفيتها حطيت فيها الحاجه، وهبدا ان انا احطها تاني فين؟ في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم.
واسيبها لمده يعني تاني يوم هنبدا ان شاء الله نشيل منها، هتلاقي الموضوع في منتهى السهوله، تشيلي منها الجزء بتاع القشطه والباقي هيتكون اللبن الرايب الصحي جدا اللي احنا نعمل منه الجبن. احنا لما فاكره بعد تاني يوم او اليوم الثالث بنشيل القشطه عادي جدا منها، ادي القشطه اهي بعد ما تتشال، وادي اللبن الرايب بيتكون بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه اهو، ده اللبن اهو قدام حضرتك اهو، بص يعني ده اللي بيتعمل منه الجبنه القريش بقى. احنا بس شلنا القشطه بتاعته من على الوش وحطيناها هنا جمل اهي قدام حضراتكم. انا والله بس انا عاملها قبل الهوا عشان الفكره ايه بقى، انا اقول لكم عشان الناس هتقول لي ده مش ديت اللي انت، لا هي دي بس الفكره، الحاجات اللي انا جايبها وانا ناقلها من العربيه اتهزت جامد، فاضطريت ان انا شلت القشطه وحطيتها في حته جنب لوحده، والطواجن الفخار نقلتها في طواجن ثانيه اللي هي دي، بس عشان ابقى صريح والله في كل حاجه. طيب دي اهو، هو طبيعي اللي هو يتكون عندك اللبن اللي قدام حضرتك ده والقشطه لوحدها هنا. القشطه ده نعمل منها ايه؟ هنسيبها في الثلاجه وبعد كده هنبدا نعمل منها السمنه البلدي. طيب انا عندي دي الحصيره بتاعتنا اللي احنا بنبدا نشتغل عليها فوق الحوض، بنبدا نحطها موجوده، عارفين حصيره السوشي كده، بس دي الحصيره الفلاحي بتاعت زمان اهي. تعالوا نشوف حصيره السوشي جنبها برضو يا جمل، عشان لو مش موجوده ديت وهنعمل فيها الجبنه القريش، دي اكتر حاجه صحيه في العالم ممكن تعمليها، ممكن نعملها في دي اهي عادي جدا اهي، دي الحصيره بتاعت السوشي الجميله صح كده، نقدر نعمل فيها الجبنه القريش على فكره عادي جدا سهله يعني. طيب تعالوا نشوف هنعملها ازاي. انا بعلقها فوق الحوض ده طبيعي عشان كده كده هي بتنقط، فعشان لما تيجي تنقط من فوق تنزل على الحوض تعملش ريحه معايا، بمسكها كده من هنا، انا هديكوا طالع انا اسف جدا بس عشان انا ايه اظبط هنا، ونبدا نحط عندنا ادي ادي اللبن الرايب بتاعنا بسم الله، ونبدا نحطه فين قدام حضراتكم كده اهو، حاجة صحية جدا جدا. تاني يوم على طول والله، يعني مش تاخد ايه ده، ممكن بالليل يعني بالليل مجرد اصلا بتنزل المية بتاعتها وتجمد معاكي تبدأي تنزليها على طول وتقطعيها، بس اكيد مش النهاردة بقى يعني اهو. نقوم شايلين الباشا ده كده حاطين هنا، بعد كده ابدا ان انا اعمل ايه، اوزع بالشكل ده اهو. بص يا جمال بقى، بص بص اهو شايف الجمال اهو، فبقعد ايه اعملها كده يمين وشمال كده وكده، اطلع وانزل كده، اطلع وانزل، اطلع وانزل يا باشا، اطلع وانزل، ايه تبقى تمام التمام. نبدا نحطها هنا اهو كده اهو، واقوم سايبها براحتها بقى خالص تقعد ايه تنقط براحتها كده، احنا عشان كده حطينا فين على الحوض نفسه بسم الله. هو النهارده اه ده هي النهارده بالليل هتلاقيها خلصت اصلا معاك يعني. اخر الحلقه على فكره يا جمال احنا ممكن اوريها لك اصلا يعني، اخر حلقه ممكن تكون ظبطت يعني، شويه ملح خشن عليها هتلاقي الدنيا ظبطت معايا جدا. طيب القشطه احنا بعد ما بنجمعها، في ناس كتير تقول لك ما بتفصلش، انا هوريها لك دلوقتي على الهوا، هي دي القشطه اللي احنا طلعناها اهيت والله من اللبن الرايب تمام، من فوق مش قشطه فرز، دي قشطه اللي احنا طلعناها من اللبن الرايب نفسه. ببدا ان انا اخدها ونحطها فين، في العجان بمضرب سلك عشان افصلها واطلع منها السمنه او الزبده البلدي الاول. اخد القشطه اهيت، ويا ريت تكون محطوطه في التلاجه، بص يا باشا القشطه اهيت ما شاء الله، بتاعه 5 لتر لبن عشان بقى بس ابقى دقيق في كل حاجه، دي بتاعه 5 لتر لبن تمام. هبدا انزل واشغل وعلي عليها، خلي بالك بقى هتاخد وقت على ما تفصل.
بقول لك ايه، هجيبها لك هنا عشان ايه اوريها لك اهو. انا هعمل كده ثانيه اهو. بجد؟ يلا يا باشا نعمل ايه بقى؟ اقوم مشغل. بص بتعمل ازاي. هتبدا تعمل كتل وبعد كده تقوم عامله ايه؟ ضربه الميه بتاعتها. خليكي مركزه فيها بقى وشوفها هتتعمل ازاي. لو ما عملتش كده معاكي من الاول سيبيها فتره، يعني سيبيها فتره ما تستعجليش عليها، وهتلاقي الموضوع سهل قوي يعني. اهي بص 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 هتبدا تعمل كتل الميه بتاعتها اهيت، وبعد كده تقوم عامله كتله واحده. اهي بص الميه بدات تطلع فين؟ على الجناب بتاعت العجان نفسه. اهو. يا عيني يا عيني يا عيني، اصحى للسمنه البلدي. شغل عالي ده، شغل عالي. الشرش اللي طالع ده بقى بيتعمل منه ايه؟ بيتعمل منه احلى فطير نص تبطيطه في الدنيا، تاكليه من الشرش اللي نازل ده. تمام. بص يا باشا بقت عامله ازاي. بص يا استاذنا اهي، تقوم عاملاها كده اهوت، تقوم عصرها. بص تطلع لك احلى سمنه زبده بلدي الاول اللي احنا هنبدا نسيحها ونعمل منها السمنه. تمام. نبدا ناخدها اهي. بص ما شاء الله تعالوا بقى ايه، نقوم واخدين عندنا البوله ديت. طبق خشب اهو، طبق خشب. تعالى نعملها بوله بقى ازاي يا جمال. بقوم واخد ديت خلاص فصلت معايا، ولو ما فصلتش معاكي بتفضلي معاها وراها لحد ما تفصل معاكي عادي. الفكره لازم تحط القشطه في الثلاجه، ما ينفعش تقومي تطلعها بره وتبقى سايحه وتقوم شغلاها على طول، مش هتفصل، هتفصل معاكي بعد فتره. كانوا زمان لما يجي يفصلوها بقى كانوا بيحطوها في قرب. القربة دي موضوع تاني بقى، موضوع تاني خالص يعني، لكن العلم اتطور. حطيناها في العجان طلعت على طول عادي. اشيل بقى ايه ده، المايه بتاعتها اهي، شايفه المايه؟ بس خلاص هي فصلت المايه بتاعتها. نبدا بقى نعصر كده وناخد عندنا شويه من الميه دول نحطها عليها. تمام. انا بحب صناعه الحاجات دي جدا جدا جدا، والواحد بيتحايل، بحس اللي هو مثلا من حاجات بسيطه او من 3 لتر لبن او 4 لتر من اللبن بتطلع حاجات كتير. هي دي الفكره يعني، كل حاجه الخير. عشان كده زمان كان عندهم على طول دايما عندهم في البيوت عندهم خير من كل حاجه. ليه؟ هو الفكره اللبن موجود خلاص، يبقى كل حاجه تطلع منه، الزبده بتطلع، السمنه بتطلع، الزبادي بيطلع، الجبنه بتطلع. فاهم ازاي؟ اهي تبص بقت عامله ازاي ما شاء الله. شويه من هنا ميه من هنا ونظبطها بقى كده. ودي كده السمنه او الزبده البلدي الاول اللي طلعت معايا، باخدها كده هخزنها بقى في الفريزر براحتي خالص، ووقت ما اطلعها نبدا اللي احنا ايه نسيحها ونشتغل بيها. تعالى اوريك بس حاجه هنا، اللي هو الشرش اللي طالع ده، ده بقول لك بيتعمل بيه حاجات كتير قوي، بيتعمل بيه بيتعمل بيه قرص جميله جدا جدا جدا، وبتبقى طعمها حكايه. اها دي الميه اللي فصلت مين؟ من الزبده. اللبن ده مش بقري، اللبن ده جاموسي. تمام. طب ايه الفرق بقى بين اللبن او الزبده الصفراء والزبده البيضاء؟ الزبده الصفراء بتبقى لبن بقري،
فبتبقى اخف شويه. في ناس بتعمل ميكس، تجيب زبده صفراء على زبده بيضه وتعمل ميكس، لكن دي اللي هي الجاموسي الابيض. البقري بتبقى اصفر. يبقى ده الانتاج اهوت قدام حضراتكم اللي احنا عملناه، وعملنا الزبادي اللي احنا قلنا لكم بيتعمل ازاي اول حاجه، وبالقشطه وباللبن. جبنا 3 لتر من اللبن وبدانا اللي احنا نغليهم. بعد ما غليناهم بدانا اللي احنا نبردهم لحد ما وصلوا درجه حراره 45. حطينا على 3 لتر لبن حطينا 3 علب زبادي حطيناهم في الخلاط، حطينا شويه لبن من الدافين وبدانا نضربهم، بدانا نحطهم، بنعمل زبادي عادي جدا. جبنا عندنا الفخار بتاعتنا الجميله اللي قدام حضراتكم ديت، اللي احنا بدانا كنا مشغلين الفرن وطفيناه وحطينا الفخاره فيها، بعد كده طلعناها حطينا فيها اللبن بالزبادي اللي احنا عملناه ودخلناها عند الفرن، وبعد كده بقوم مغطيها كويس جدا بفوطه. لازم تغطي فوطه كويس جدا، او لو عندك كده بطانيه كده حلوه كده تكون، او دفايه اللي هي الصغيره تقومي حطها بيها وتقومي سايباها لتاني يوم. تاني يوم بتطلع بناخد الجزء بتاع القشطه لوحده، عملنا بيه الزبده البلدي، وبعد كده حطينا اللبن التاني الرايب، حطينا فين؟ في الحصيره. تعال نشوف، بص الميه بدات تقل اهيت، بس هوريكي حاجه برضو عايز اشوف اوريها لك. بص ما شاء الله، بص بدات تتكون ازاي جبن القريش، ما شاء الله يعني ما شاء الله اهي. انا بقول لك ده بالليل، بس اللي بالليل هتلاقيها بقت فل. طيب تعالوا هنعمل في حصيره السوشي الصغيره دي، هعمل فيها واحده برضو جبنه قريش، ولكن الفكره بقى ايه، انا عايز اسيح دي. تعالوا نحطها، بجيب عندي الحلل كيتشن نوفا الجميله ديت، وابدا اخد السمنه الزبده البلدي ديت ونبدا نحطها واسيحها. الله، عشان اعمل السمنه البلدي اكون محضر الحاجات بتاعتي بقى. نعمل كده ايه، قالب كده ولا حاجه نسيحه. مش عارف، في ناس كتير قوي ما بتعرفش تسيح السمنه الزبده وتعملها سمنه بلدي. الموضوع سهل، بس هي الفكره ان لازم تروق. فاهمي كلامي؟ لازم بعد ما تجيب الزبده ديت وتحطيها، بتحطيها اول حاجه على نار هاديه، ما تعليش عليها النار، لان هي زبده بقى يعني طبيعي. فمجرد بص ما حطيناها، بص بدات تعمل ازاي، بدات تسيح اهيت، صح كده؟ ببدا اسيبها عندي لحد ما تلاقي الرغاوي البيضه ديت مش موجوده، اتكونت وعملت حاجه اسمها مرته تحت، بس على طريق اضافه ملح، بس مش دلوقتي، رشه ملح بسيطه هنضيفها ولكن مش دلوقتي. بص الجمال، انا النار دي متوسطه، ايوه اهي. دلوقتي احنا بنعمل ايه بقى، بنصنع من السمنه ديت، بنصنع زبده، بنصنع من الزبده ديت سمنه بلدي دلوقتي. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا الايه، الحصيره دي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكم والله انا اول مره اعمل فيها جبنه قريش، انا ما جربتهاش قبل كده، بس انا هعملها على الهوا ان شاء الله وتطلع مظبوطه يعني، صح كده؟ بس دي حصيره دي. على فكره المفارش دي بتتباع بره كمفارش كده للسفره، لو تتعمل فيها السوشي. ايوه بصي، طلعت زي الفل اهي. نقوم حاطينها كده اهو، نقوم حاطينها احنا ممكن نحط ساك بقى. انا ممكن احط ساك تحت يا جمالست، بس عشان ايه، افضل من الاولى، صح كده؟ بص بقى بتبدا تنقط الميه الزياده كلها اللي موجوده، والله حلوه جميله وسهله برضو. تعمليها ديت الجبنه القريش ديت، تحطها في تلاجة عندك كده اهوت، حاجه محترمه قوي. حاجه بقى عايز اقول لك عليها، تعمليها ميكس وجربيها وتدعي لي. لو عندك قالب زبده زي ده بتسيحيه، وبتجيبي حوالي على القالب ده مثلا اقل من ربع كيلو من الزبده الصفراء، وتسيحيها وتقومي حطها مع السمنه، وهي السمنه هي شغاله عندك على النار، تحط معاها الزبده وتقوم قلبها، تتفرجي على قوام سمنه كريمي بلدي زي ما قال الكتاب. لو عايزه تخزني مثلا برطمانين ولا حاجه. شفتي بقى، هنا بقى احنا مستحيل طبعا ينفع ان احنا نحطها في البرطمانات دلوقتي، لا طبعا لسه بدري،
بتسيبيها لحد ما الرغوه البيضه دي كلها تبدا تتروق معاكي وتبقى بيضه. حطي شويه رشه ملح، ادي رشه الملح اهيت بسيطه جدا، عشان الملح ده بيقوم واخد الرغاوي البيضه ديت ويحولها لمرته تحت. البرطمانات دي معقمه، معقمه يعني ايه؟ معقمه يعني مغسوله بميه سخنه ومتنشفه كويس، سايبينها الجنب عشان ما يبقاش في اي بكتيريا تيجي على اي حاجه او تنشط يعني لما بنحط السمنه او نحط اي حاجه، اي حاجه بنحطها في برطمانات لازم تتعقم كويس جدا. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا الزبادو هنعمله ازاي. لبن عادي، لبن عادي اهو، اسف، معلش يا جمال، خلاص يا استاذنا بقى، يلا بس كمل هنا. وباخد عندي لبن الزبادي اللي عندي اللي احنا عاملينه اهو، هاخد منه شويه كده حلوين. حاجه صحيه معتبره ماشي. وابدا ان انا اخد عندي الايه الفراوله زي ما حضراتكم شايفين، ونقوم قافلين واشغل. خلص، بتحطهم حطها عندك في التلاجة تمام، وتقومي سايباه من غير العسل ولا من غير اي اضافات، لا بتسيبيه زي اللي بتشتريه من بره بالظبط. فكره يبقى حاجه صحيه بالليل ولا حاجه في شويه حموضه، الموضوع مش تمام عندنا في القولون وكده، بناخد شويه لبن من دول حلوين دول، لبن اهوت ممكن تعمليه بالخوخ، تعمليه بالبرقوق زي ما حضرتك عايزه اهوت، من غير اي اضافه اي حاجه تاني عليها. تمام، يبقى ده اللي ايه الزبادو الصحي جدا جدا، لبن زبادي واي نوع فاكهه عندك بتقومي حطاه وتقومي شغلاه يطلع زي الفل. تعالوا نبص هنا يا جمل على السمنه بتاعتنا وهي شغاله، كل ده لسه بقى يعني هتبدا بقى تروق دلوقتي، كل الرغاوي البيضه ديت والرغوه البيضه ديت اللي انت شايفاها ديت هتبدا تنزل لتحت وتتكون لمرته. والله طلعت جامدة، عايزة تجيبها على مهلك يا محمود، استنى اهو، والله طلعت جامدة جدا كمان اهو. حلوة قوي، ده ماشية مزيكا. اقفل ونقوم سايبينها خالص لحد ما تبدأ اللي هي تتظبط معايا، وهنا ببدأ اهدي عليها النار، ما اخليهاش تفور كده، هد على النار خالص لحد ما تبدا زي ما اتفقنا تروق معايا. الرغوه البيضه ديت هتتكون لما بدات بقى ايه الرغوه البيضه كلها تنزل فين، بدات تروق اهيت، والرغوه البيضه كلها بدات بص 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 اهيت، بص بدات تروق ازاي، كل ده يبدا يتحول يتكون ايه لتحت هنا مرته. لو انا فتحت كده اهوت اهوت هتلاقي المرته طالعه معايا من تحت، هي حاجه لا تقاوم بصراحه المرته دي بامانه يعني، بس الناس اللي عندها ضغط طبعا والكلام ده هوت بلاش طبعا، انها خطر وهي مغريه جدا جدا بصراحه يعني. اهو شايفه بتبدا ايه؟ تبدا الرغوه دهيت اهي تبدا تروق، السمنه بتبدا تروق اهيت، بس طبعا ما نستعجلش عليها ونقوم صبنا دلوقتي، نصبر خالص لحد ما تروق اكتر واكتر، والنار بتبقى على درجه حراره كام؟ تحت المتوسطه. يبقى المشتقات اللبن حلوه قوي. الفكره مش عندك حصيله زي دي، بتجيبي حصيله مفرش زي ده او حصيله سوشي تعملي اشتغل عليها الجبنه القريش، نقدر نطلع منها اللبن الرايب. اي طواجن فخار تشتغل معاكي، بتدفيها وتطلعيها وتحطها فيها اللبن، واللبن يكون دافي زي ما اتفقنا، بيغلي غلوه بعد كده بيدفى على درجه حراره 45 او زي، يبقى دافي شويه كده حلوين، نقوم حاطين عليه الزبادي ونضربه ونبدا نطلع منه المشتقات الجميله بتاعه الايه الالبان بتاعتنا.
الجبن ما شاء الله يعني ايه بالليل، على بالليل هتبقى زي الفل. فاحنا ممكن هنقطعها لكم ونوريها لكم باذن الله. برضو نفس الكلام في اللي هي في السوشي اللي احنا عملناها برضو في حصيره السوشي بتاعتنا الجميله، وكله شغال ما شاء الله. وعملنا السمنه البلدي قدامك اهيت اهي، بص بدات تروق ازاي، كل ما بتسيبيها كل ما تبدا اللي هي تروق معاكي اهي. تحت بقى ايه ده هنا جمل، لو ضربنا من معلقه تحت المورته اهي. بس لا دي بتبقى ناعمه حكايه، استنى اما اوريها لك والله بالمعلقه كده ثواني عشان السباتولا زحمه اهي. ما هي دي احنا ايه نحطها عندنا في البرطمانات المعقمه وهي بتغلي. بصوا بتريق ازاي اهي. نبدا حضراتكم بقى اللي احنا نشيلها. اهو طلعت البرطمان الجميل ده اهوت. الباقي يا استاذ جمال بقى بنقوم عاملين ايه بقى؟ بنقوم حاطين ان اهوت دي اللي هي الايه؟ المرطع. بص يا جمال اوبا ماشي بلدي وتعالى بقى. حلقة من الحلقات اللي تفتح النفس كده وانت بتتفرج عليها، ان شاء الله تعجبكم جدا وتشوفوها. تعالى نبص على اخر مرحلة عندنا جبن ونشوفها واوريكي بس اللي هي ماشية في اخر مرحلة ازاي. هي خلاص بص وقفت مية خلاص، بتبدأ بقى ايه تجمد وتتسمغ مع بعض. بنبدأ اللي احنا ناخدها كده اهوت بسم الله. بص ما شاء الله بقت عاملة ازاي، الله الله الله. بص التكوينة بتاعت الجبنة القريش، حط شوية ملح خشن عليها بالليل كده وقطعيها وحطيها عندك في في ناس بتاخد الشرش بتاع اللبن او الزبده اللي بتقطع وتحط فيها الجبنه، او في ناس بتحط الجبنه القريش في لبن يعني بعد ما بتطلع وتقطع. انا ما بحبش كده بصراحه، انا احبها احطها في علب خاصه بحفظ الطعام واحطها عندي في الثلاجه تبقى زي الفل معايا. يعني في ناس بتحط معاها لبن وتقوم حطاها الجبنه القريش فيها وبعد كده، بس ده ساعات بتريم وانا ما بفضلش حاجه زي كده. هو افضل حاجه بتحط عليها الملح الخشن تديها الطعم في نفس الوقت ما تكونش اي بكتيريا عندك، وبعد كده بتقوم حاطاها في الثلاجه عندك تطلع شويه جبنه قريش ان شاء الله ده اللي هنشوفهم. ادي السمنه البلدي بتاعتنا الجميله ما شاء الله، بس طبعا ما ينفعش اقفل الا بعد ما لازم تبرد الاول. هتلاقي اللون بتاعها ده بقى ايه بقى ابيض وكريمي